إذن بعد أن اعترف رئيس بايدن بضلوع السلاح الأمريكي في جرائم ضد المدنيين في حرب إسرائيل على غزة وتلويحه بوقف الدعم إذا مضت تل أبيب في عملياتها البرية برفح في سابقة هي الأولى بتاريخ الولايات المتحدة، سارع البيت الأبيض إلى التأكيد على عدم تخلي أمريكا عن إسرائيل وتواصل إمدادها بكل ما تحتاجه من السلاح. يتزامن هذا مع تأجيل الخارجية الأمريكية تقديم تقريرها للكونغرس حول الانتهاكات التي قامت بها إسرائيل في غزة، مع تأكيدها على مراجعة إمكانية تعليق مزيد من شحنات الأسلحة إلى تل أبيب. في المقابل يبدو المشهد داخل إسرائيل منقسما بين الحكم ودوائر المعارضة والشارع الغاضب، وتتعالى أصوات تصف فريق نتنياهو بالإدارة الفاشلة، بينما يصر سموتريتش وبنغفير على الذهاب إلى أبعد حد بعملية رفح البرية. كذلك تدعمهما أصوات في الكنيست تدعو لاستخدام أسلحة غير دقيقة لتفجير قطاع غزة، مع الإشارة لما نشرته وسائل إعلام أمريكية عن قيام مجموعات الضغط الداعمة لإسرائيل بالعمل بشكل منظم داخل الكونغرس بشأن ضمان عدم إدانة الإدارة الأمريكية لأي إجراء إسرائيلي في رفح. المواقف المعلنة تشير إلى وجود فارق في الرؤية بين تل أبيب وواشنطن، مع تفريق الرئيس الأمريكي وإدارته بين دعم إسرائيل الراسخ والقوي وبين الوقوف معها في حرب ضد المدنيين، رغم ما صدر من تصريحات متلاحقة عن البيت الأبيض. هذا يشير إلى عدم وجود لوم حقيقي مباشر بين واشنطن من واشنطن لإسرائيل، التي سربت إحدى صحفها الرئيسية أن تل أبيب تعتزم تسليم معبر رفح البري لشركة أمنية أمريكية بهدف إدارته ومنع حركة حماس من استخدامه للتهريب وجمع الأموال وفق ما تقول الصحيفة. نسأل في هذه المساحة الحوارية عن حقيقة الخلاف بين واشنطن وتل أبيب، وكيف يمكن قراءة تباين اللهجة بين بايدن وإدارته تجاه إسرائيل، كما نناقش المشهد الداخلي في إسرائيل والتصريحات التي تحمل تحديا لواشنطن وخطوطها الحمر. للنقاش والإجابة على هذه الأسئلة ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من واشنطن جان تاونساند، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، ومن مينيابلوس في ولاية مينيسوتا ماثيو برودوكسي، كبير الباحثين في المعهد الذهبي للاستراتيجية الدولية، ومن يافا سامي أبشحادة رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي. أهلا ومرحبا بكم جميعا. سيد بروسكي، كيف تقرأ هذه الخطوة أولا من إدارة بايدن وتصريحه بأن أسلحة أمريكية مما قدم سابقا استخدم في استهداف مدنيين في غزة؟ أعتقد أن الرئيس بايدن وكما يعرف جل الأمريكيين متقدم في العمر ولا يتوخى الحذر عندما يتحدث، والمقابلة هي مثال آخر على ذلك، لأن ما تحدث عنه ليس وحيا وليس شيئا جديدا، لأن أمريكا ترسل السلاح إلى شريك، وعندما يستخدم هذا الشريك السلاح يقتل المدنيين، وما حصل في غزة كان مرتبطا بالمعدل الأقل لقتل المقاتلين الإرهابيين مقارنة مع المدنيين في تاريخ كوكبنا. وفي حقيقة الأمر ما قاله بايدن هو أمر مقزز، لأن حماس تستخدم الفلسطينيين كدروع بشرية، وهذه جريمة حرب. من أجرى هذا الحساب لمعدل قتل المدنيين في مقابل العسكريين الأعلى؟ حماس ووزارة الصحة كانت تكذب بشأن أرقامها، ومن سهولة الإمكان فهم ذلك. إذا ما كان هنالك صاروخ من قبل الجهاد الإسلامي انطلق إلى هدف آخر كما حصل في المستشفى، حماس قالت أن 500 شخص قتلوا، وهذا رقم طبعا لطيف، ولكن لم يدروا من قتل. وبعد أيام وجدوا أنه يتعين عليهم أن يعترفوا بأن هذا الصاروخ لم يصل إلى المستشفى ولكنه وصل إلى مصف السيارات، ربما قتل 10 فقط. حماس من خلال وزارة الصحة
وهي نفس الشيء كحماس، كانت تزعم بأن هناك 33 ألف قتلوا في غزة، وزعموا أن كل شخص منهم كانوا نساء وأطفال لم يكن هناك مقاتلين. وبعد ذلك ومنذ أشهر علمنا أنهم صححوا ذلك الرقم ليصل إلى 20 ألف. وإذا ما نظرنا إلى الأرقام لدى الإسرائيليين وبعض الحمسويين لجهة من قتل من الإرهابيين، فنحدث هنا عن معدل 1 إلى 2، وهذا أفضل مما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في الموصل وفي الرقة وفي أي نزاع آخر انخرطت به الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام السلاح الموجه. وهنا نتحدث عن فكرة زائفة بأن هنالك إبادة جماعية تجري على قدم وساق في غزة، ولكن الإبادة الجماعية قامت بها حماس لأنه في ميثاقها ينص على قتل جميع اليهود وليس فقط الإسرائيليين، والهجوم في 7 أكتوبر صمم لكي تقوم بهذه الإبادة الجماعية. الانتهاكات الخاصة باستخدام الأسلحة لها ما يضبطها حتى في القانون الأمريكي، قانون له واضح في ذلك أيضا. وأنت تشير إلى هذه الحادثة، هناك حادثة أخرى لاستهداف فريق الإغاثة التابع للمطبخ المركزي العالمي الذي مقره الولايات المتحدة، ومن بين من قتلوا أيضا مواطنون أمريكيون. هذا ألا يشير إلى أن هذه الأسلحة استخدمت بشكل خاطئ؟ كلا، لأن فكرة مقتل مدني كنتيجة لسلاح ليست فكرة جديدة. هنا نتحدث عن استهداف المدنيين عن عمد. إسرائيل أطلقت تحقيقا واعتذرت عن قتل 4 من المطبخ العالمي وقالت إن ذلك خطأ، ولكن في المقابل إذا ما كان هنالك بلد اقترف خطأ ولكن استهدف ما استهدفه في غزة نحو متعمد، كان هنالك حديث عن بعض الفيديوهات حيث نرى مقاتلات أو مسيرات إسرائيلية انسحبت من هجمات، لأن نعم. هنالك مدنيين كانوا في المنطقة. هذا النقاش كثيرا، لكن اسمح لي أن أشرك ضيفينا كذلك في ذلك. سيد تاونسن، لديك خبرة بأكثر من 30 سنة في بنتاغون، ما رأيك في هذا الذي يطرحه سيد براتسكي؟ أعتقد أنه يتعين علينا أن نوسع من المسألة ونتحدث عن المستوى الاستراتيجي لجهة ما تبدو عليه الأمور الآن، ويجب علينا النظر في المستقبل. أعتقد أنه في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية هذا النوع من العنف الذي استشرى والذي نراه ووقوع ضحايا في صفوف المدنيين والأرقام التي تم الجدل بشأنها وكيف حصل ذلك والأمور الأخرى، لا شك ولا ريب أننا نستحدث ونخلق إرهابيين أكثر ممن نقتلهم بسبب التكتيكات التي تستخدم. وفكرة وجود خطأ من عدمه هذه مرتبطة بتجاهل لوقوع ضحايا في صفوف المدنيين، وهذا طبعا سبب سخطا عالميا لجهة ما يجري بغض النظر عن كيفية بدء ذلك ومن بدأ ذلك، ونحن نعلم ما جرى، ولكن يجب علينا أن ننظر إلى المستقبل لكي نفهم بأن ما قام به نتنياهو وما أطلق العنان له قد أضر بإسرائيل نفسها وقضيتها، وقد سبب ذلك أيضا موجات كبرى معادية للسامية في العالم بأسره، وهذا يجب أن يعكس مساره ويجب أن يروض لأنه استراتيجيا هذا طبعا يفضي إلى هزيمة نتنياهو استراتيجيا بغض النظر عما يجري في غزة الآن. أعتقد أنه يتعين علينا أن نتفهم ما سيتلو
بعد وضع الحرب أوزارها وبعد وقف القتال اليوم التالي، وقد سمعنا كثيرا عن ذلك. ولذا فيما يخص ما قيل الآن، أعتقد هنالك حديث وجدل بشأن الأرقام، ولكن يجب أن ننظر في الصورة الكبرى، الصورة الاستراتيجية، لأن ما قام به نتنياهو في جله يلحق الضرر بإسرائيل كما قلت، وأفضى ذلك إلى أزمة إنسانية في غزة. سيد سامي، كيف تم التعاطي مع هذه الخطوة والتصريحات من الرئيس الأمريكي على المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل؟ تحياتي لك ولجميع المشاهدين والمشاهدات. بداية أنا يعني مجبر على التعليق على ما قاله ضيفك الأول، يعني إذا كان يدعي أن الرئيس الأمريكي قد هرم وقد خرف، ما يتحدث هو نوع من التخريف، فيشفع للرئيس الأمريكي جيله أن يكون خلاص، يعني الزلمة كبر وخرف في جيله، ولكن يبدو أن ضيفك في جيل أصغر بكثير من الرئيس الأمريكي، وهو أيضا يعني ما حديثه هو نوع من التخريف، لأنه عمليا كل ما قاله أثبت بتقارير الأمم المتحدة بأنه عار وبعيد جدا عن الصحة وعن الدقة في كل ما يتعلق في الإرهاب الإسرائيلي، لأن إسرائيل هذا ليس تحليلا سياسيا، إسرائيل تقول ذلك بشكل واضح. وقضية استعمال المواطنين المدنيين كدروع بشرية، هذا الادعاء يمكن أن تستعمله حينما يكون جيش أصلا لديه اعتبارات إنسانية، ولكن جيش يقوم بجرائم حرب يومية كجيش إسرائيل، أنت لا تستطيع أن تفعل ذلك، لأنه أصلا لا يميز بين المدنيين والعسكريين، ولا يهتم أصلا بالفرق بين الطفل والكبير والمرأة والرجل، وليس لديه اعتبارات إنسانية، وهو يفتخر أنه ليس لديه اعتبارات إنسانية. جنوده، ضباطه، قيادته السياسية تفتخر بهذه الشرائع، وهي لا ترى أصلا أنه، يعني حينما تحدث رئيس الدولة الذي يعتبر من الحمائم وقال أنه لا يوجد أبرياء في قطاع غزة، هذا يعني أن الطفل الذي ولد قبل عدة ساعات أيضا ليس بريئا ويمكن قتله. وإذا كان هو بالفعل يؤمن فيما يقول الآن للمشاهدين، أنا أنصحه بأن ينصح صديقه نتنياهو ومن يدافع عنهم أن يذهبوا إلى محكمة العدل الدولية. لماذا يخاف نتنياهو إذا كان ما يقوله ضيفك صحيحا؟ لماذا يخاف نتنياهو؟ لننتقل سيد سامي لنقاشنا أيضا فيما يخص كيف استقبلت هذه التصريحات. هناك بعض الأصوات التي حاولت التخفيف من حدتها. استقبلت بوقاحة إسرائيلية معهودة، لأن رئيس الحكومة الإسرائيلي والوزراء وعدد يعني يتعاملون مع الولايات المتحدة الأمريكية من رئيسها وأنت نازل زي ما بيقولوا كموظفين لدى إسرائيل، وعليهم أن يقولوا ما يريد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، وإذا قالوا أي شيء غير ذلك كما ترى جلعاد إردان وكما يعني ممثلا في الأمم المتحدة وكما ترى سفيرهم في الولايات المتحدة الأمريكية وكما ترى على يد الوزراء الإرهابيين المتهمين بالإرهاب حسب القانون الإسرائيلي بتسأل سموتريتش وإيتمار بنغفير، الجميع خرج بانتقادات كبيرة جدا، حتى أنه لا يحق للولايات المتحدة الأمريكية أن يكون لها موقف مغاير عن موقف الجيش الذي يقوم بجرائم الإبادة. وهناك الآن نقاش جدي حقيقي كبير داخل المجتمع الإسرائيلي بين قياداته السياسية المتطرفة الفاشية ومن يعتبر أقل يمينية وأقل فاشية كأيزنكوت وغانتس وآخرين. الخلاف هو ليس على البعد الإنساني للقضية، الجميع شريك في الجريمة والجميع مقتنع في الجرائم التي يقوم بها الجيش، ولكن قضية التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية عليها خلاف. يعني الطرف الأكثر مهادن مثل غانتس وأيزنكوت يريد أن يكون هناك خطاب أكثر مسؤولية وأكثر احترام للولايات المتحدة الأمريكية، والطرف اليميني الفاشي يعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية هي عبارة عن موظفين لدى إسرائيل. شكرا لك سيد سامي. أعود إليك سيد براتسكي. مسألة الأعداد
توسعنا في الحديث عليها، لكن أشير إلى ما قاله سيناتور باتريك والش عن انتهاك قانون ليهي في تقديم السلاح لدولة أجنبية. مذكرة ليو اس ايد سربت في 26 من أبريل قالت إن إسرائيل لا تلتزم بشكل الكافي بإيصال المساعدات. تابعنا كيف تغير الأمر باتصال واحد من الرئيس بايدن بعد مقتل عمال الإغاثة وفتحت المعابر ودخل جزء كبير من المساعدات، ونعرف لماذا اضطرت الدول لإلقاء المساعدات من الجو واضطرت الولايات المتحدة كذلك بأن تنشئ رصيفا. ألا يعد هذا انتهاكا واستخدام للأسلحة الأمريكية بشكل خاطئ؟ كلا، إن قانون الليهي لا يطبق هنا لأنه قرار غبي من جهة بايدن لبناء الرصيف. بايدن بطبع الحال في معضلة وهو يواجه هذه المعضلة، وهنالك أيضا تبعات على الأمريكيين على مدى سنوات. الأمر بسيط، لا يمكن أن تغذي الإرهابيين خلال الحرب. عندما يتعلق الأمر بالمساعدات الإنسانية فإنها تسرق من قبل حماس. البارح رأينا تقارير ذات مصداقية من الأونروا مجددا، وكالة غوث اللاجئين والتي هي لا يمكن تفريقها عن حماس في غزة تحاول أن تبيع المساعدات الإنسانية التي تحصل عليها، وبالتالي فإن الوضع برمته داخل غزة هو مافيا فاسدة. ما مصدر ما تشير إليه؟ لأنه في نفس الأيام قالت السيدة ساندي ماكين إن قطاعات وأماكن في قطاع غزة تتعرض للمجاعة، وهذه ليست منظمة متهمة كما تشير أيضا. نعم، ثمة مجاعة في غزة وفي كل يوم، بالفعل في كل يوم على مدى 6 أشهر يقولون أن هنالك مجاعة في اليوم التالي، ولكنها ليست مجاعة. وما هو لافت هو أن الإعلام العالمي ومنظمات الإعلام والمؤسسات الإعلامية تكرر هذه الأكاذيب التي يعرفونها والتي يمكن التحقق منها بسهولة. الأمر بسيط ولا يريد أحد أن يقول ذلك على جهة المقابل، ولكن إذا ما أفرجت حماس عن الرهائن واستسلمت فإن الحرب سوف تنتهي. الرئيس بايدن رئيسنا سوف يتم القول بأنه الأضعف في تاريخنا. هناك 30 أمريكيا قتلوا في 7 أكتوبر أمريكيين، وهناك 5 أمريكيين رهائن، والرئيس لا يتحدث عنهم ولكنه يمارس ضغوطات على إسرائيل فحسب. هذه سياسة خارجية، السياسة الخارجية الأسوأ وهذه المناورات الأسوأ من قبل أي رئيس أمريكي. وهذه الإدعاءات التي سمعتموها الآن يمكن أن نبددها من منظمات ذات مصداقية، والأمم المتحدة ليست ذات مصداقية. الأمم المتحدة ليست ذات مصداقية، لكنني أشرت إلى يو اس ايد وأشير كذلك إلى ما قاله عضو مجلس الشيوخ كريس فان هولن وكذلك جيف ماركلي حين قال إن عملية التفتيش في معبر رفح تعسفية وتبطئ عملية الإغاثة. هذا ما قال بعد زيارة معبر رفح. لكن أذهب لسيد تاونسند. سيد تاونسند، بعد 7 أشهر من الدعم غير المسبوق وغير المشروط لإسرائيل، لماذا تواجه سياسته حين فقط يوقف هذا الشق من المساعدات في مسعى لوقف ما يمكن أن يحدث في رفح أو حتى لدفع مسار التفاوض بهذه الهجمات؟ وشاهدنا اليوم ما قاله أعضاء جمهوريون في الكونغرس. أعتقد أن الإدارة، وأنا لست جزءا من الإدارة، أنا فقط مشاهد أشاهد أفعالها. أعتقد أن الإدارة دأبت على جبهات مختلفة، وإحدى هذه الجبهات محاولة جعل الجيش الإسرائيلي يفرق بين المدني والعسكري في تكتيكاته، كيف يذهب إلى غزة وكيف يتصدى للإرهابيين وكيف
يمكنه أن يحمي المدنيين وكيف يمكن أن يتصدى للأزمة الإنسانية والمساعدة في توفير المساعدات وفتح المعابر وأمور أخرى. هناك الكثير من الأمور التي يمكن للجيش الإسرائيلي أن يقوم بها ويمكن أن يخفف من وطأة المعاناة التي نشاهدها، سيما المأساة الإنسانية التي تتكشف أمام أعيننا، سيما فيما يخص المجاعة وغيرها. هناك الكثير من الأمور يتعين على الجيش أن يتعلم من التجربة الأمريكية في أفغانستان والعراق، سيما لجهة التصدي للمدنيين. وهناك الكثير من المباحثات بين وزارة الدفاع ونظيرتها في تل أبيب مرتبطة بمحاولة تحويل هذه التكتيكات، ولم يكن هناك تقدم على تلك الجبهة على الأرض في غزة. وأعتقد أن الإدارة الآن تتفهم بأنه يتعين عليها أن تعلق الذخائر، تعلق توفير الذخائر لإسرائيل، تلك الذخائر التي استخدمت على نحو أعمى، على نحو عشوائي، وساهمت في قتل المدنيين. ونحن لا نتحدث عن منظومات الدفاع الجوية وما تحتاجه إسرائيل لدفع نفسها من إيران أو من أي هجمة أخرى على إسرائيل، ولكن نتحدث هنا عما يجري في غزة لجهة محاولة استهداف الإرهابيين وتأثير ذلك على المدنيين. ونتحدث عن القنابل التي تزن الفي رطل، ونتحدث عن قذائف المدفعية. من الواضح أن الجيش استخدم تلك القنابل على نحو عشوائي، على نحو أعمى، وسبب ذلك الكثير من الضحايا في صفوف المدنيين. لذلك يجب علينا أن نفعل شيئا، لأن لدينا دورا، وهذا ما يبدو أن الإدارة تقوم به. سوف تستعرض هذه الشحنات، تراجع موضوع إرسالها لكي لا تساهم في وقوع ضحايا في صفوف المدنيين. أما بالنسبة للذخائر الدفاعية ومنظومات الدفاع الجوي، هذا أمر مختلف، ولكن القنابل التي تزن الفي رطل وتستخدم في رفح في هذا المكان الضيق، ويمكن أن يقتل 10 مدنيين مقابل إرهابي واحد، وهذا بحسب الإدارة غير مقبول. وإذا لم يستعرض الجيش الإسرائيلي تكتيكاته، فيجب علينا أن ننظر فيما يمكن توفيره من سلاح من عدمه. سيد سامي، قال نادف إيال المحلل السياسي لياديعو تحرنوت أن بايدن قرر إنهاء الحرب. هذه القناعة إلى أي مدى وصلت إلى مختلف المستويات الإسرائيلية؟ أنا باعتقادي جزء كبير جدا هذا من القيادات العسكرية في إسرائيل والقيادات الأمنية تدعي أن الحرب انتهت قبل 3 أشهر. الحرب بالمفهوم الذي كنا نراه الأكثر وحشية والأكثر تدميراً يعني انتهت قبل 3 أشهر، ولكن الجيش الإسرائيلي يحتل غزة ويمنع الماء والدواء والغذاء ويمنع أي شيء عن أهلنا في قطاع غزة. والولايات المتحدة الأمريكية هي شريك معه في هذه الحرب. بدون الدعم الأمريكي لم تكن إسرائيل تستطيع أن تقوم بحرب الإبادة على قطاع غزة. هذا واضح للإسرائيليين وواضح للعالم كله، وإسرائيل تعترف بذلك. يعني بدون هذا الدعم بالأسلحة وبالأموال وبالدعم الدبلوماسي والسياسي في الأمم المتحدة وخارجه، بدون ذلك لم تكن إسرائيل في استطاعتها أن تفعل كل ذلك. أنا باعتقادي الأهم حتى الآن ما جرى هو حسم الأمور على يعني على أرض الميدان، أن إسرائيل تعلمت بالطريقة الصعبة طبعا كما تعلمت الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان وفي العراق، أنه لا يمكن أن تحل كل شيء فقط بالعنف وبالانتقام وبالإرهاب وبالتهديد وبالسلاح. هناك حدود للقوة، هذا تعلمته الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وفي أفغانستان وقبل ذلك في فيتنام. حاولت أن تمنع إسرائيل من أن تقع في نفس الخطأ في بداية الحرب بعد 7 أكتوبر حينما جلسوا مع الإسرائيليين في كابينيت الحرب. الإسرائيليين رفضوا نصائح الأمريكان واعتقدوا أنهم أذكى من الأمريكان، يفهمون أكثر من الأمريكان، استهتروا بالتجربة الأمريكية وبالعقل الأمريكي وبالإدارة الأمريكية، وقالوا لهم أنهم لا يفهمون كيف يمكن أن يتعاملوا مع الشرق الأوسط، إلى أن تورطوا بأنفسهم في قطاع غزة. وكان واضحا منذ عدة أشهر أن دولة إسرائيل
بالرغم من عنجهيتها وعنصريتها وقوتها النووية والغير نووية وكل البشاعة التي قامت بها، وبالرغم من الدعم الأمريكي، أنها لن تستطيع أن تفرض ما تريده في قطاع غزة، ولن تخرج بصورة نصر من قطاع غزة. هذا الأمر انتهى وأصبح من وراءنا الآن. يعني باعتقادي بدأ هذا الأمر يدخل أيضا إلى عقول السياسيين وإلى عقول القيادات العسكرية. نعم سيد سامي. سيد براتسكي، أشرت إلى الطريق الذي تراها الوحيد لإنهاء الحرب، لكن عائلات الأسرى لها رأي مختلف، وهي تتظاهر في شوارع حيفا والقدس وتل أبيب تطالب منذ شهور بوقف الحرب والموافقة على اتفاق للتبادل. Yeah, that's simply not correct what you just said. ولكن هذا ليس صحيحا ما قلتموه. هناك اختلافات بين عائلات الرهائن، وهي لا تطالب بوضع حد للحرب، ولكن تريد العائلات صفقة للفرج عن الرهائن. 80% وفقا لاستطلاع رأي داخل إسرائيل يظهر بأن إسرائيل، وهي تعرف أنه يتعين عليها القضاء على حماس، لذلك سوف تقوم بذلك. ووفقا لاستطلاع الرأي في مارس من قبل شركة ذات سمعة مميزة ضمن السلطة الفلسطينية، 70% من الغزيين دعموا الاغتصاب وقطع الرؤوس. أشرت إلى أن ما قلته ليس صحيح. عائلات الأسرى يوم الموافقة من حماس على الاتفاق أخرجوا بيانا وقالوا إذا كان الثمن لعودة المختطفين هو إنهاء الحرب فنحن نقبل بذلك، للتصحيح فقط. لا نتحدث هنا عن جميع الأهالي، أهالي الرهائن. هناك اختلافات في الرأي في إسرائيل، وبيت القصيد هو أن سياسة إسرائيل الخارجية لن تصاغ، إذا ما تعلق الأمر ببقائها لن تصاغ على أساس ما يقوله أهالي الرهائن. هناك هدفان: الإفراج عن الرهائن والقضاء على حماس. ومن اللافت أن أسمع من السيد تاونزن أنه لا نستطيع أن نهزم الأيديولوجيا. هذا طبعا هراء ضمن محاجة خاوية. الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل هزمت أيديولوجية النازية بعد إبان الحرب العالمية الثانية، وليس هنالك يابان إمبريالية، وليس هنالك إمبراطور يعتبر إلها، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هزمت عسكريا اليابان. والديمقراطيون لديهم سجل عاثر الحظ، لأن الديمقراطيين لا يسمحون بالولايات المتحدة الأمريكية أن تفوز بالحروب. هم لديهم حساسية إزاء الحروب، وأي شخص مهتم بالمدنيين في غزة كان يتعين عليه أن يناوئ بايدن، وكان يتعين عليه أن يسمح لإسرائيل أن تنهي الحرب بأسرع وقت ممكن، وبالتالي وقوع ضحايا في الصف المدني سيكون أقل. إن فكرة حجب السلاح أو تعليق السلاح كما قال ضيفكم لجهتي إسرائيل، نعم، وما تقوم به هذه السياسة في طبيعة الحال سوف تفضي إلى قتل مدنيين أكثر، لأن هذه السياسة سياسة متهورة رعناء سيئة للولايات المتحدة الأمريكية، سيئة لإسرائيل وسيئة للفلسطينيين. الفرصة، نعم سيد تاونسند، تعليق ورد سريع لأن وقت هذا النقاش قد اقترب. أنا أثمن ما يقوله زميلي عن الديمقراطيين، ولكن لا نتحدث عن الديمقراطيين. ما نتحدث عنه في حقيقة الأمر هو أنه يتعين علينا أن نركز على المستقبل. ما هي الخطوة التالية بعد أن تضع الحرب أوزارها في غزة؟ أعتقد أن الخطأ الاستراتيجي هو اقترف من قبل نتنياهو، يعني بذلك الكارثة الإنسانية التي تتكشف أمام أعين العالم. هذا يلحق الضرر بالإسرائيليين وإسرائيل وسمعتها في العالم.
وهذا بحد ذاته أعتقد أن الجيش الإسرائيلي يتعين أن يتصدى له بينما ينهي مهمته في غزة. إذا ما أراد الجيش أن يعود إلى التكتيكات التي استخدمها سابقا في غزة والتي أفضت إلى الكثير من الدمار، فإن الوضع الاستراتيجي لإسرائيل سوف يكون أسوأ. ولكن الإدارة الأمريكية تحاول أن تساعد الإسرائيليين أن تغير من مسارها لكي تنهي مهمتها في رفح، و سيما من خلال النصائح التي توجه. هنا لا نتحدث عن التخلي عن إسرائيل وعن الأمور التي تحدث بها زميلي. أشكرك سيد جان تاونسن، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، وسيد ماثيو براتسكي، كبير الباحثين في المعهد الذهبي للاستراتيجية الدولية، وسيد سامي أبو شحادة، رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي. شكرا جزيلا لكم جميعا.